والآن من يمكنه التذكير عندما تحدثنا في الحصة السابقة؟ برفع الأيدي، عن ماذا تحدثنا في الحصة السابقة؟ جوري، عن ماذا تحدثنا في الحصة السابقة يا جوري؟ الراء. أحسنتِ، تحدثنا عن حرف الراء. علي أنفد، علي وفدوى، تحدثنا عن حرف الراء. نعم، ماذا تحدثنا عن حرف الراء؟ ماذا تعلمنا عن حرف الراء؟ رامي. رامي كلمة تبدأ بحرف الراء. ما برتقالي. هل تعلمنا الأصوات بحرف الراء؟ أخضر. ما عم تسألك تحدي. أحسن، ولكن هل تعلمنا أصوات حرف الراء يا علي؟ لا. را. روري. روري. تعلمنا. عيدي مس، ما سمعوك بليز. عن أي أصوات تحدثنا؟ أي أصوات تعلمنا؟ القصيرة أم الطويلة؟ قصيرة. ما هي الأصوات القصيرة؟ ما هي الأصوات القصيرة بحرف الراء؟ ما هي؟ را. رو. ري. دي. أحسنت. ما هي يا فدوى؟ رو. ماما ما هي؟ ضروري. أحسنتي. طيب عمر، نعم، ما هو الخط الذي رسمناه حتى حصلنا على حرف الراء؟ هل تذكر ما هو شكل الخط؟ لو سمحت صرخ، ما بيأثر، صرخ بدي اسمع. عمر، لا زلت لا اسمع، هل يمكنك ان ترفع صوتك؟ ما في على الصوت اكثر من هيك. أحسنت يا عمر، إنه الخط المنحني، إذا رسمنا الخط المنحني نحصل على حرف الراء. أحسنت يا عمر. ماذا يا علي؟ أريد أن عفوا لم أسمع. حرف الراء. ماذا قلت؟ شاورما. شاورما، إنها لذيذة جدا، تحتوي على حرف الراء. والآن بعد أن تعلمنا الأصوات القصيرة وتعرفنا على شكل الخط الذي يعطينا حرف الراء، يعني تعلمنا أصوات الراء القصيرة، وكمان أيضا اكتسبنا كلمات عن حرف الراء، وتعلمنا كيف نكتب حرف الراء كما كتبناه في حبات الرمان. الآن سوف نتعلم أصوات جديدة لحرف الراء. سوف أشارك معكم هذا الفيديو، شاهدوه جيدا.
خط منحني ونقول ريشة. نضع الكسرة ونقول ري. أحسنتم. نتعرف على حرف الراء مع المدود الطويلة. نكتب حرفي الراء والألف ونقول راء راء. رامي. نكتب حرفي الراء والواو ونقول رو رو. روبي. نكتب حرفي الراء والياء ونقول ري ري. ريما. هل شاهدتم الفيديو؟ من يرفع يده؟ أين الأيد المرفوعة؟ من يرفع يده؟ جاد. جاد. لم أسمع صوتك. لم أسمع صوتك بعد الآن اليوم. هل شاهدت الفيديو؟ نعم. هل سمعت صوته أيضا؟ نعم. إذا لماذا لم ترفع يدك لمشاركتي؟ ألا تريد أن أسمع صوتك؟ أين هي سليم؟ علي جاب. ماذا شاهدت في هذا الفيديو؟ على ماذا تعرفنا؟ ماذا تعلمنا من هذا الفيديو؟ ريشة. برافو. كلمة ريشة. صوت قصير أو طويل؟ ريشة. ريشة. صوت طويل أو قصير؟ نعم. عمول أنا ريشة ولا ريشة؟ قصير. طيب اسمعني اسمعني أنت. اسمع شو عم ريشة ريشة. تحكمني هيك كثير طويل. برافو. لما شد على تمي وافتحه كثير يكون الصوت طويل. ريشة. طيب ماذا تعلمنا أيضا؟ ألم نسمع الأصوات؟ لم أفهم. قلت يا قلبي ما سمعتك. دراجة. دراجة. هيدا الفيديو اللي حضرناه هلا بقيت معي كلمة دراجة. كلا. مضبوط. دراجة فيها حرف الراء. برافو. دراجة فيها راء. هلا انت برافو عليك. انا ما سمعتها بالفيديو بس كثير برافو عليك عن جد. كثير شاطر. دراجة. صوت طويل او قصير الراء؟ طويل. برافو. بتحسني كثير. صار معي كلمة ريشة ودراجة. بعد بدي كلمة صوت طويل. رو. تعرف شو كلمة؟ مريم معي كلمة بالقصة من شوي. ماذا وضعوا التلاميذ في الزهرية؟ 20. أنا هنا لأسمع
ماذا وضع الأطفال في الزهرية؟ ماذا رأت مس سارة في الزهرية عندما دخلت صف ديما؟ ورود. ألم يضع ورود في الزهرية؟ مش فارق مس سارة وشافت مظهرية في بقلبها ورود؟ طيب لما أنا أقول ورود ورود شدت على فمي أنا ومسكته هيك مثل الضمة ولا لا؟ بلى. هلا يعني هذا صوت طويل أو قصير؟ طويل. صوت طويل، أحسنت يا جاد. كريم نعم، ماذا تعلمنا من هذا الفيديو؟ حرف الراء. نعم، أي أصوات في حرف الراء في هذا الفيديو الذي شاهدناه؟ راء. أي أصوات؟ أصوات طويلة. برافو، أحسنت يا كريم، تعلمنا الأصوات الطويلة. ما هي الأصوات الطويلة؟ را رو ري ري. طيب هل يمكنك أن تعدد بعض الكلمات التي اكتسبتها من الفيديو؟ رمان لا بأس، فرمان تحتوي على حرف الراء ولكن صوت قصير، أنا أريد أصوات طويلة، يعني كلمة فيها حرف الراء، راء مع ألف، راء ممدودة، راء أو رو أو ري. ريشة. أحسنت، ريشة. ليس لين راء كسرة، هيدا قصير. اللي مثل ابو الطويل بنحط لها يا ريشه، يعني راء مع يا ريشه، برافو، احسنت. يلا اكمل. رو، شوفي الكلمه. لا اعرف. طيب انا ساساعدك. قبل قليل عندما قرانا القصه قالت المعلمة سارة بأن الأطفال أحضروا زهرية، يعني مزهرية. ماذا وضع في هذه المزهرية؟ مزهرية، شو بنحط فيها؟ ماذا مزهرية؟ ورود. أحسنت، ورود. لما أنا أسمع كلمة ورود هل أسمع صوت الراء طويل مع الواو؟ نعم. أحسنت، ورود. طيب والآن كريم استمر على ذلك. والآن تعلمنا الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة لحرف الراء، تعلمنا كيف نكتب حرف الراء القصير. طيب والآن سوف أعرض لكم بعض الكلمات. أحمد
أحمد. أحمد دحفول هل تسمعوني؟ أحمد. علي. علي حمزة. ماما علي أو فدوى؟ أول شيء علي برجع فدوى. نعم. هل ترى الصورة على الشاشة؟ بليز بس اعملي زوم شوي حتى لي توضح أكثر. إيه تمام هيك. ميرسي. هل ترى الصورة الآن يا علي؟ زهري. اه يا اعمل زين اذا بدي. هل ترى حرف الراء في اول هذه الصوره يا علي؟ نعم. اوكي اول واحد من الجهه اليمنى، هل يمد يده؟ نعم. هل يمد يده؟ مادد ايده الحرف الاول. يعني قصده متصل او منفصل الماس؟ لا لا يمد يده. اذا هو متصل ام منفصل؟ منكسر. متصل. ماما اطلع عني. متكسر. ماما هيدا هون. متصل. وين متصل؟ علي إذا أنا أمسكت يدك أكون متصلة بك صح؟ نعم. طيب إذا لم أمد يدي، إذا ما مديت لإيدي تكون متصلة فيك؟ متصلة. لا إذا... منكسرة. طب إذا فيش منكسرة، فيش شيء اسمه منكسر ماما. طلع بالكلمة منيح. علي اسمعني شوي، إذا أنا مديت إيدي ومسكت لك إيدك، مسكت لك إيدك تكون منفصلة أو متصلة فيك؟ منفصلة. متصلة. في متصلة وفي منفصلة، برافو برافو برافو، إذا مسكت لك إيدك تكون متصلة، طب إذا ما مسكت لك إيدك لأنك ما مديت إيدك، تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. منفصلة إذا كان إذا الحارس لم يمد يده يكون منفصل. طيب فدوى. نعم. فلننظر إلى الحرف الآخر من الجهة اليسرى، هل يمد يده؟ لا. حرف الراء هيدا الثاني مادد إيده ولا لا؟ نعم. نعم. هون اللي عملت عليه سيركل حمرا مادد إيده أو لا؟ نعم. يمد يده، إذا هو متصل أم منفصل؟ متصل. أنت يا فدوى. أنا ما خلص. خلص الصف. يا ماما. جوري. نعم. لا في المربع تحت. نعم. هل ترين حرف الراء المكتوب باللون الأحمر في كلمة رحلة؟ الكلمة الأولى رحلة، المربع الأول الكلمة الأولى رحلة. رحلة على المربع الأول. يلا هاي. نعم فيرا. أرينا عليك كذلك رحلة. اقرأيها رحلة. رحلة. رحلة.
السؤال؟ ما هي the first one the pink box بس هي قالت red. كلمة رحلة أين أسمع صوتها؟ في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها؟ بالأول. أنت وقع حرف الراء في أول الكلمة في كلمة رحلة. أحسنتي يا جولي. شكرا لمساعدتك كريم. نعم. انظر الكلمة الثانية يا كريم. قردون. الكلمة الثانية في المربع الثاني. قردون. 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 هل تراها؟ نعم. اسمع صوتها في هذه الكلمة في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها؟ في وسط الكلمة. أحسنت يا كريم. برافو عليكم. عمر حجار. هل ترى الكلمة الثالثة؟ كلمة حجر. الكلمة الثالثة في المربع الثالث. نعم. نعم. طيب كلمة حجر. حجر. أين أسمع صوت الراء في الكلمة؟ أول الكلمة، وسط الكلمة، أو آخر الكلمة؟ لا أسمعك جيدا، ارفع صوتك لو سمحت. في وسط الكلمة. في وسطها. في آخر الكلمة. أحسنت يا عمر، في آخر الكلمة. ها جر. برافو يا عمر. علي الخطيب. نعم. انظر إلى الكلمة الأخيرة، كلمة قطار. 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 أين يقع حرف الدال في هذه الكلمة؟ حرف الراء. حرف الراء. أين يقع كلمة قطار؟ في آخر الكلمة. في آخر الكلمة. برافو يا علي. أحسنتم. الجميع أطفال في هذه الصف مهذبين، صابرين كثير. والآن سنطلع على صورة أخرى. هل ترون هذه الصورة بوضوح؟ من لم يشارك بعد؟ الجميع قد شارك. أحمد دحبول. أحمد من الحصة الأولى وأنا أحاول أتكلم معه. مرحبا، أنا أمه اللي عم تحضر أونلاين. أحمد مش موجود. أحمد ضلي تسأليه. عفوا. سمعتيني؟ أنا. إيه أنا إمه عم بسجل له الأونلاين، أنا بالشغل لأنه هو مش موجود هلا. أنا أصلاً بعرف أول حصة على الجورنال تاعت على اليوتيوب أكونت المدرسة. أوكي. ماشي. شكراً. طيب.
علي وفدها مرة أخرى. نعم. طلع علي. بوضوح يا فدوى. نعم. هل ترين هذه الصورة بوضوح؟ نعم. ماذا كتبت؟ فدوى إذا بتحكي كلمة في قصصها الله. فدوى بس. يلا. را را رو ري. على أصوات قوية لحد ضروري. برافو يا فدوى. طيب والآن انظري إلى الكلمة الأولى راية. الأحرف المكتوبة را را في أول كلمة. أحسنتي. طيب علي انظر إلى الكلمة الثانية محراث. محراث في أول الكلمة. ماما هون هيدي الكلمة الثانية. ركز في آخر في وسط ال. طلعي يا ماما مش مكتوبة على وجهي هي. في وسط يا ماما علي صوتها. يا ماما في وسط الكلمة منفصلة. برافو منفصلة في وسط الكلمة. أنت يا علي. جوري نعم. انظري إلى الكلمة الثالثة في السطر الأول براق. ماما أترين نعم. أين يقع صوت الراء الطويل في هذه الكلمة براق؟ أول ولا آخر ولا الوسط؟ وسط. برافو أحسنتي في وسط الكلمة. طيب متصل أم منفصل؟ نعم. متصل ولا منفصل؟ منفصل يعني لحالها يعني مش متصلة مع شيء. متصلة؟ لا لا يعني منفصلة. منفصلة. انظري جيدا معي يا زوري. هاي ماما الراء متصلة بشو؟ براء. متصلة بحرف صح؟ في حدا قبلها صح؟ يعني شو؟ متصلة. منتصلة. أنت أمسكت يد الباء حرف الباء أو الحرف الذي يصدقها. إذا هي متصلة به. هي فكرت متصلة يعني متصلة بشيء بعدها. الرمى. يلا. الإيد اللي بعدها. الرمى هو الحرف ممكن يصدقها. هي فكرت بشيء متصل بعدها. الماما الراء تمسك بس بجهه واحده قبل صح؟ جوري حرف الراء وحرف الدال تعلمناهم بس بمدوا ايدهم لورا، يعني بس بيمسكوا ايد الحرف اللي على شمالهم. بارد بس من قدام لا. برافو. انا لما بطلع بالكلمه ما بشوف على شمالي، ما في على شمالها بس على يمينها. يعني بتمسك ايد الحرف اللي قبله بس. اتفقنا على هذا الموضوع؟ احسنت. كريم. نعم. فلننظر الى الكلمه الاولى من السطر الثاني. كلمه مفروج. مفروج. هل تراها؟ هل تراها؟ نعم. أين يقع حرف الراء الطويل في هذه الكلمة؟ في أولها؟ في آخرها؟ في وسط. أحسنت يا كريم، تقع في وسط الكلمة. طيب، هل هو منفصل أم متصل؟ متصل. أحسنت يا كريم، متصل. الراء والراء من علامة تنفصل. لا هيدي عليا ضم يا ماما مش نقطة. مروج. لا مش
يشارك معنا ايضا في هذه الصوره. علي الخطيب لقد شاركت معنا ايضا اليس كذلك؟ اين ذهب عمر؟ طيب علي الخطيب، علي الخطيب هل تسمعني الآن يا علي؟ بس نعم. علي 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 الخطيب يبدو أن علي لا يستطيع. نعم نعم بيكون ايه هيدا علي الخطيب ايه بيكون اما عم تحضر ما هو كان عم بيشارك معنا. يا طب هلا انت جاوبنا. كلمة دروب، الكلمة الثانية في السطر الثاني دروب، هل نسمع صوت الراء الطويل في هذه الكلمة؟ علي فدوى ماذا يحدث؟ يا رودن منفصلة بوسط الكلمة. متصلة أو منفصلة؟ منفصلة بقلك. لم أسمع جيدا، متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. طب هل أمسكت يد الدب؟ هل الراء؟ لا لا بقلك عم بقلك أنت مش عم تسمعي. منفصلة. برافو منفصلة. برافو منفصلة عفوا. لم أكن وسط الكلمة. أحسنت أحسنت برافو عليكم، كلكم شاطرين كثير. والآن انتهى الوقت. وانتهى الدرس أيضا، إلى اللقاء في الحصة المقبلة مع درس جديد وحرف جديد. هل استمتعتم في حرف الراء؟ فهمتموه جيدا؟ حفظتم جميع اشكاله واصواته القصيره والطويله؟ فهمتم كلهم يعلي ايده؟ مين معلي ايده؟ كريم؟ يلا الى اللقاء، اراكم في الحصه المقبله.